بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم، والمنافقون هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. المؤلف رحمه الله سرد بعض الآيات التي فيها ذكر المنافقين وأوصافهم، وأراد رحمه الله أن يذكر لك أمثلة، وهذه أمثلة تدلك على أن القرآن الكريم أكثر من ذكر المنافقين وأوصافهم لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. والمنافقون، يقول المؤلف، المنافقون هم في الظاهر مسلمون، هذا هو المنافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، في الظاهر مسلمون وفي الباطن مكذبون، فهم كفرة شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليهم بالخداع حيث يظهروا الإسلام، ولهذا كان عقوبتهم أشد، عذابهم أشد في الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهر، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف. قال المؤلف رحمه الله: إن المنافقين صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة، ولا سيما في آخر الأمر لما قوي المسلمون وظهر الإسلام وعز الله رسوله وحزبه المؤمنين، صار المنافقون يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة ولا يخلون بها خوفا من سطوة الإسلام والمسلمين عليهم لو أظهروا كفرهم ونفاقهم، ولهذا صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام، يلتزمون أحكام الإسلام ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم، لأن قوة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أقوى منه من بعدهم، وإذا قوي المسلمون التزم المنافقون بأحكام الإسلام في الظاهر، وإذا ضعف المسلمون ضعف التزام المنافقين بأحكام الإسلام، وصاروا يبدون يظهرون المنافقون يتحينوا فرص، إذا حصلت لهم فرصة أظهروا ما يخفون من الكفر والنفاق. فإن كان الإسلام قويا والمسلمون أقوياء يقيمون الحدود فإنهم يلتزمون أحكام الإسلام خوفا من أن تقطع رقابهم وأن تؤخذ أموالهم. ولهذا بين المؤلف رحمه الله أن المنافقين التزموا بأحكام الإسلام الظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، وسبب ذلك يقول المؤلف: لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف. فالإسلام قوي بالحجة والبرهان والبيان، فالمسلمون أقوياء يظهرون الإسلام ويبينون محاسنة وجوب التزام، فلا يستطيع المنافقون أن يقابلوا لهم، ولا يستطيعون أن يقابلوا الحجة بحجة، ليس عندهم حجة. وكذلك أيضا المسلمون لهم الغلبة بالسيف والقوة والسلطان، فمن أظهر النفاق قتل، فلهذا صاروا يلتزمون أحكام الإسلام ويفرون فقههم حتى
لا تقام عليهم الحدود. يقول المؤلف تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تعالى وعد في هذه الآية الكريمة بأنه يظهر دينه على الدين كله على جميع الأديان، وقد وقع. نعم. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، كان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما روى ذلك البخاري في صحيحه وأحمد في مسلم وابن حبان والنسائي في فضائل الصحابة، قول أبي الدرداء وفيه: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره؟ قل أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب السر، يعني حذيفة، أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره؟ نعم. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه، لئلا يكون من المنافقين الذين نهى الله تعالى عن الصلاة عليهم. نعم. والله تعالى قد نهى عن الصلاة عليهم بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية هي النهي عن الصلاة على الكفار، والله تعالى ذكر العلة، قال: إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه العلة من علم كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يعلم كفره فإنه يصلى عليه ولو كان فاسقا، إلا أن الفاسق الذي لأن فاسق بعض الفساق جاء في بعض الحديث أن النبي تأخر عن الصلاة عليه فلا يصلي عليه أهل العاد كالغال بن غنيمة وقاتل نفسه وغيرهم ممن جاء النص بأنه لا يصلي عليه، لا يصلي عليه أعيان الناس ووجهاءهم وعلماءهم، يصلي عليه بقية الناس، يكون ذلك تحذيرا للأحياء من أن يفعلوا مثل فعل الأموات فلا يصلي عليه، ولكنه يصلي على عامة المسلمين لأنه مسلم. فالقاعدة في هذا أن من علم كفره فلا يصلي عليه، ومن لم يعلم كفره فإنه يصلي عليه، لهذه الآية. ويقول تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ذكر العلة فقال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة، خشية أن يكون من المنافقين الذين نهي عن الصلاة عليهم، فإذا صلى حذيفة على شخص صلى عليه عمر، لأن حذيفة صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وأعيانهم. نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه. وذكر البخاري، هذا رواه البخاري في الفتن، رواه ابن أبي شيبة أيضا في الفتن، وأبو معين في الحلية، وثريابي في صفة النفاق، والنفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه، كانوا يسرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوة الإسلام وعز الإسلام الحجة والسيف، وأما بعد ذلك فإن المسلمين حصل لهم بعض الضعف فصار المنافقون يظهرون النفاق، وهذا إلى يوم القيامة، وكذلك الآن في هذا الزمن تجد بعض المنافقين بعض العلمانيين يظهرون نفاقهم في الصحف في المجلات، إذا لم يخافوا أظهروا، وإن خافوا سكتوا، إذا خافوا أو خافوا أن يقام عليهم الحد
تجدهم إما يعتذرون أن يعتذروا إلا يؤولوا، وإذا لم يخافوا أظهروا كفرهم ونفاقهم نعوذ بالله. نعم. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل منهم يخاف النفاق على نفسه. هذا ذكره البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان في تحت هذه الترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الترجمة ترجمة البخاري في صحيح كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. المؤمن يخاف. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت عملي على قولي أو ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. يعني إن الإنسان في الغالب إن الأقوال أحسن من الأعمال وأوسع، فالإنسان يتكلم بكلام طيب لكن عند التطبيق يضعف. ولهذا قال إبراهيم التيمي: ما عرف عملي على قولي إلا خسر أن أكون مكذبا، لأن القول طيب والعمل ضعيف، خسر أن أكون مكذب. كيف أتكلم بكلام طيب أما العمل ضعيف؟ ولهذا قال: ما عرف عملي على قولي إلا خسر أن أكون مكذبا. وقال الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المنافق يعمل من النفاق لأنه منافق، والمؤمن يخاف. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال ابن أبي مليكة كما في هذا الأثر الذي ساقه المؤلف: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. تكملة الأثر: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا تكملة. تكمل الأثر يقول أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا في الرد على المرجئة. المرجئة الذين يقولون إيمان جبريل وميكائيل وإيمان سائر الناس سواء، إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، إيمان أكثر الناس وأتقى الناس واحد من المرجئة. ولهذا يقول الطحاوية: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أهل الإيمان في أصله سواء، كلهم متشابه، والناس كلهم مؤمنون، والناس كلهم أولياء الله. فقوله أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق الأصغر أو الأكبر؟ نعم نعم. هل يخاف؟ أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق الأصغر أو يخاف النفاق الأكبر؟ نعم نعم. كلاهما هو ظاهر الترجمة. الآن الترجمة: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والذي يحبط العمل ما هو؟ النفاق الأكبر. ها؟ نعم، النفاق الأكبر هذا هو الظاهر. لكن آخر الأثر قول: ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ظاهر أنه النفاق الأصغر. يعني ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل، وإنما يجري بنفسه ويعتقد أنه ناقص الإيمان وأنه لا يصل إلى ما وصل إليه من جبريل وميكائيل. ولأن الصحابة لا يخافون أنهم كفروا بالله ورسوله، وإنما يخافون من إيش؟ من نفاق يكون في الأعمال. قال الحافظ فتح: قد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم في ذلك، فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه بما يخالف الإخلاص، فهو محتمل. قال كلام بعض الشراح:
وظاهر الأثر أيضا إنه إنه يخاف النفاق الأصغر، لأنه يقول ما منهم أحد إلا يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، لكن الترجمة باب خوف المؤمن من يحبط عمله وهو لا يشعر، ظاهره أن المراد النفاق الأكبر. نعم. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون أنه لا يقبل ذلك منهم، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فقال تعالى فقال تعالى قال في طاء وقال وقال أحسن وقال، لأن الآية وقد أخبر الله المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، يقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه الآية لو كانت فقال كان فقال تعالى: وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم، ما ذكر الآية. الآية التي فيها وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، الآية ما هي؟ هي قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بعد ذلك وقال تعالى. نعم. قال هنا في طاء وفي نسختين وقال وقد. وقال أحسن وقال. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا من أصف المنافقين، من صف الخداع والكسل عند الصلاة والمراءة، وصف بثلاث أوصاف، وهذا فيه تحذير، تحذير المؤمن هذه الأوصاف الخداع. المؤمن لا يخادع، بل يكون أمره واضح لا يستعمل الخداع، وكذلك المؤمن يقوم إلى الصلاة ونشيط لا يقوم عن كسل وتثاقل، وكذلك الرياء يرعون الناس، المؤمن يخلص عمله لله، فالرياء من صفات المنافقين. هذه ثلاثة أوصاف يجب على المؤمن يحذر منها: الخداع والكسل عند الصلاة والرياء وعدم ذكر الله إلا قليلا. أربعة أوصاف ما هي ثلاثة؟ الخداع والكسل عند إقامة الصلاة والرياء وقلة ذكر الله في الصلاة، أربعة أوصاف من أوصاف المنافقين. نعم. وقال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. هذا في بيّن الله سبحانه وتعالى أن المنافقين لا تقبل منهم نفقاتهم ولا تقبل صلاتهم، وبيّن العلة، العلة في كفر بالله وبرسوله. إذن الذي منعهم أن تقبل نفقاتهم ما هي وصلاتهم؟ الكفر بالله وبرسوله. التوحيد هو المصحح للأعمال، فمن كان من التوحيد صحت أعماله وقبلت، ومن كان من أهل الكفر والنفاق بطلت أعماله وردت. فأي موحد مخلص عمله يقبل ولو كان عاصي، ولو كان عنده بعض المعاصي. العاصي ما يقول صلاتك صحيحة أو زكاتك صحيحة ولو كان عنده بعض المعاصي، إذا كان عنده بعض المعاصي حقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو شرب الخمر أو الدخان أو حلق اللحى، هذه معاصي ما تمنع، ما دام موحد ما تمنع من قبول صلاته، صلاته وزكاته وحج مقبول. لكن الكافر ما تقبل، ما يقبل معه أي عمل. كافر الذي ليس عنده توحيد، الذي أشرك بالله، لا تقبل صلاته ولا زكاته ولا صوم ولا أي عمل. فمصحح الأعمال التوحيد، والمبطل للأعمال الشرك والكفر. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن سبب
عدم قبول الصلاة والزكاة، قال إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا المانع، يعني هم مبطل الأعمال كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون، في تحذير المؤمن اتصال بصلاة المنافقين والإتيان للصلاة عن كثر، والإنفاق مع الإكراه، المؤمن ينفق مع 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 النشاط والطواعية وانشراح الصدر، ما ينفق وهو كاره متبرد، لا، المنافق ينفق وهو كاره لأنه ليس عنده إيمان. نعم. فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغازيه كما شهد أبو مغازيه. فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه. نعم. هذا وهذا القصة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، صلاة المنافقين والترمذي. كان عبد الله بن أبي هو رئيس المنافقين يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المغازي ويصلي معه، وكان أيضا يشهد معه الجمعة، هو رئيس المنافقين، وإذا صلى الجمعة قام خطب الناس وقال احمدوا ربكم على هذا النبي الكريم، أطيعوه كذا وكذا. فلما كان بعد غزوة تبوك قال ما قال، أراد أن يقول مثل ما يقول، أخذه بعض الصحابة وقال اجلس عدو الله قد عرفنا أمرك، خرج وهو يقول كذا أن أردت أن أشد أمره فمنعني أو كما جاء. فالمنافقون يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والغزو، في غزوة تبوك أو غزوة المريسيع على خلاف، قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز نفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع ذلك زيد بن أرقم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قومه حتى شق عليه ذلك حتى أنزل الله تصديقه، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. هذا يدل على أن المنافقين يظهرون الإسلام، منافقون يكذبون في الباطن وعلى يصلون الصلوات الخمس لكن يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة عليهم، لأنه ليس عندهم إيمان، والعشاء والفجر في ظلام في ذلك الوقت، ما في أنوار ولا كهرباء، ظلام يخفون على الناس، لكن في وقت النهار يأتون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار. ففي هذا الزمن كذلك يجب على الأزمان يوجد يعيشون بين المسلمين ويصلون بينهم وهم على كفرهم ونفاقهم، متى حالت لهم الفرصة أظهروا نفاقهم وكفرهم، وهم في الخفاء يخططون لهدم الإسلام والإضرار بالمسلمين. نعم. والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. نعم. هذا اقسام الناس، اقسام الناس كما سبق ثلاثة: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومنافق كافر في الباطن مسلم في الظاهر. هذه اقسام الناس، وهذه الاقسام لا شك فيها دل عليها القرآن والسنة والإجماع. نعم. وهي معلوم للإسلام بالضرورة. نعم. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاع في لسان الفقهاء، وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة، ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته. فمذهب مالك رحمه الله وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد، وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل. نعم. هذا الخلاف في توبة الزنديق، والزنديق هو المنافق،
يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويصنع الكفر، ويطلق على الجاحد المعطل. وجاء ولفظ الزنديق هذا إنما تكلم الناس به لما كثرت العاجم المسلمين بعد الصحابة والتابعين، كثروا العاجم ودخل الناس في الدين في دين الإسلام، تكلموا بلفظ الزنديق. والزنديق كلمة فارسية معناها المنافق، وشاعت في لسان الفقهاء وتكلموا في الزنديق، هل تقبل توبة الزنديق أو لا تقبل. الزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل، جاحد الذي عطل الرب سبحانه وتعالى من أوصافه وعطل المصنوعات من صانعها، وتطلق على المنافق. فالمنافق الزنديق، إذا هل تقبل توبته؟ إذا ادعى التوبة هل تقبل توبته؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي، وقول في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، يعني في الدنيا إذا عرف أنه منافق لا بد أن تقطع رقبته، ولو قال التوب ما نقبله ما تقبل. وألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا ثم الصارم المسؤول على شاتم الرسول، قالوا الزنديق والذي سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله وبكتابه وبرسول الساحر، هؤلاء لا تقبل توبتهم يقتلون حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. المنافق والساحر وشاتم الرسول والمستهزي ومن تكررت ردته، هؤلاء لا تقبل توبتهم. أما ما عداهم من الكفرة فإذا ادعى التوبة قال أنا تائب نقبل توبته ونتركه. والقول الأول أنه لا تقبل توبته بمعنى أنه يقتل شجرا له ولأمثاله حتى لا تجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغريب. أما بينه وبين الله إن كان صادقا في التوبة فالله يقبل توبة الصادقين، وإن كاذبا فلا يحكم كاذبا، إن كان كاذبا هذا في الآخرة، لكن في الدنيا ما نقبله، لا بد من قطع رقبته. القول الثاني أن توبته تقبل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة. إذا أخذه وقال أنا تائب خلاص نسخ، من تاب تاب الله عليه فلا يقتل. تكون القول الأول أنها لا تقبل توبته هي المشهورة عن الإمام أحمد ومذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وقول في مذهب أبي حنيفة. والرواية الثانية أن توبته تقبل وهي هو مشهور مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة. القول الثالث التفصيل، ولهذا قال المؤلف ومنهم مفصل التفصيل، وهو أنه إن أخذ قبل التوبة ثم ادعى التوبة لا تقبل توبته، بل لا بد أن تقطع رقبته يقتل. أما إذا تاب وسلم نفسه وقال أنا تائب فهذا تقبل. تفصيل أنه إذا أخذناه قبضنا عليه ثم لما قبضنا عليه قال أنا تائب نقول لا ما نقبل، لكن إذا سلم نفسه وقال أنا تائب هذا تقبل، لأنه ما سلم نفسه إلا أنه تائب. إن سلم نفسه قبل أن نقبض عليه قبلنا توبته، وإن قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل. وهذا هو العدل، هذا لعل عدلها يقول هذا أنه إذا سلم نفسه مثل المحاربين، مثل قال الله تعالى محاربين قطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. المحارب إلا الذين تابوا من قبل، يعني سلموا أنفسهم قبل القبض عليهم، فهؤلاء تقبل توبته. إذن الله تعالى بيّن في كتابه أن المحارب وهو قاطع الطريق إن سلم نفسه قبلنا توبته، وإن قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل. وكذلك الساحر وكذلك الزنديق وكذلك المنافق له هذا الحكم، هذا أعدل الأقوال التي تفصيل. والقول الأول يقتل مطلقا والثاني لا يقتل مطلقا، ثلاثة أقوال يقتل مطلقا لا يقتل مطلقا، يقتل إذا قبضنا عليه قبل أن يسلم نفسه، ولا يقتل إذا سلم نفسه قبل أن نقبض عليه. نعم. والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء
هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. نعم، هذا الزنديق يعرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطن غير الإسلام، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهودية والنصرانية أو غيرها، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن نوعا من أنواع الكفر، إما يبطن اليهودية أو يبطن النصرانية أو يبطن الوثنية أو يبطن التعطيل وجحد الخالق سبحانه وتعالى والبعث والأعمال الصالحة. هذا هو المنافق، المهم يظهر الإسلام وباطنه الكفر بأي نوع من أنواع الكفر. نعم. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلت مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله تعالى أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أو تارك الصلاة وغيرها من الأركان. وتارك الصلاة وغيرها من الأركان، أو مرتكب الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: من الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من الكلام والعامة ونقلت مقالة الناس. نعم، الزنديق يطلق على الجاحد المعطل، يعني الذي يجحد الرب ويعطل الرب من أفعاله وربوبيته أسمائه وصفاته، هذا يسمى زنديق، ويسمى المنافق زنديق. فالزنديق يطلق على شيئين، على أمرين: الأول الجاحد المعطل، والثاني المنافق. يقول المؤلف: ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، وهو المنافق، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان، الإيمان يزيد وينقص كما قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والكفر يزيد، قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالكفر يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. تارك الصلاة وغيرها من الأركان، أو مرتكب الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفراء يتفاوتون، بعضهم يزيد عذاب، فالكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المؤمنين أشد عذاب من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. نعم. فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني يقول مسلم المؤلف، يقول: هذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، وهو أن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا أظهر نفاق غسل، كما تجرى على المسلم ظاهرا وباطنا،
فالمؤمن ظاهرا وباطنا تجرى عليه احكام الاسلام، والمنافق الذي يدخل الاسلام تجرى عليه احكام الاسلام اذا لم نعلم حاله، من الزواج والنكاح والطلاق والصلاه عليه اذا مات والميراث واجابه دعوته وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين، كل هذه الاحكام تجرى على المنافق الذي اظهر الاسلام واظهر الكفر ما لم يظهر النفاق. فاذا اظهر نفاقه قتل، عمل بما أظهر. اذا اظهر نفاقه يقتل على الخلاف، هل يقتل بدون استتابه هذا قول، او بعد الاستتابه هذا قول، او اذا سلم نفسه فلا يستتاب، واذا سلم نفسه اذا سلم نفسه فلا يقتل، واذا لم يسلم نفسه فانه يقتل على الخلاف. هذا اصل ينبغي معرفته، وهو ان الاحكام احكام الاسلام تجرى على المنافقين وتجرى ايضا على المسلمين، واما الكفار الذين اظهروا الكفر تجرى عليهم احكام الكفار. فان يقول مالك فان كثيرا مما تكلم في مسائل الايمان والكفر لتكفير اهل الاهواء لم يلحظوا هذا الباب، يكفر الاهواء اهل البدع، الاهواء البدع، بعض الناس يكفر اهل البدع ولا يلحظ هذا الباب، ينظر اهل البدع أهل الأهواء وأهل البدع إن كانوا يظهرون الإسلام تجرى عليهم أحكام الإسلام ولا يكفروا. البدعة والمعصية لا يكفر صاحبها، الزاني لا يكفر، شارب الخمر لا يكفر، والمبتدع بدعة المولد ما يكفر، لا يكفر إلا من أظهر الكفر. فالذين كفروا أهل البدع يقول من لم يلحظوا هذا الباب، وهو إجراء الأحكام على الظاهر، ولم يميزوا بين حكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت، الفرق بين هذا الحكم الظاهر وهذا الحكم الباطن. الحكم الظاهر ما هو؟ الحكم الظاهر على المنافق الإسلام تجرى عليه الكفر، والحكم الباطن الكفر، حكم في الآخرة كافر، في الآخرة حكم عند الله كافر وهم من أهل النار، وحكم في الظاهر عندنا مسلم تجرى عليه أحكام الإسلام. فالذين يقول المؤلف كفروا أهل البدع لم يلحظوا هذا الباب، وهو ايش؟ الفرق بين الاحكام في الظاهر وفي الباطن، ولهذا قال ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع ان الفرق بين هذا وهذا ثابت، بين هذا الحكم الظاهر وهذا الحكم الباطن ثابت بالنصوص المتواتره والاجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ان الاحكام الظاهره والاحكام الباطنه تجرى، الأحكام الظاهرة تجرى على من أظهر الإسلام، والأحكام الباطنة تجرى على من أبطل الكفر. نعم. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطل. نعم. ومن تدبر هذا الأمر علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا، المبتدع قد يكون مؤمن ما كفر لكن أخطأ بسبب جهله وضلاله، شخص يقيم بدعة المولد هو مؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فإذا قلت ليش تقيم بدعة المولد؟ قال أنا محبة للرسول، أنا أحب الرسول، ما يدري أخطأ لماذا؟ لجهله وضلاله، هل يكون كافر؟ كل من يبتدع بدعة يقول الإنسان كافر؟ لا، لا بد من التمييز بين الأحكام كما قال المؤلف. هذا الذي قام البدعة، إنسان تلفظ بالبدعة، نويت أن أصلي مثلا فرض العشاء خلف هذا الإمام 4 ركعات، هذه بدعة تلفظ بها، يقولها بعض الناس لجهل وضلال، هل يكون كافر؟ نقول مبتدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا لكنه مخطئ جاهل، قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطل. يعني الشخص الذي أظهر البدعة أمره بين أمرين، إما أن يكون مؤمن ابتدع هذه البدعة لجهله وضلاله، وقد يكون منافقا زنديقا لأنه يبطل الكفر وأظهر البدعة، فهو دائر بين هذا وبين هذا. نعم.
وهنا أصل آخر هو أنه جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإسلام والإيمان واحد، وعارضوا بين الآيتين وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، كما قال تعالى فيها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا، ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أصل آخر. الأصل الأول ذكره وهو أن الأحكام تجرى على الظاهر، أن الأحكام في الدنيا تجرى على الظاهر، والأحكام في الآخرة تجرى على الظاهر وعلى الباطن جميعا. ففي الدنيا تجرى الأحكام، أحكام الإسلام على المسلمين ظاهرا وباطنا وعلى المنافقين الذين أظهروا الإسلام وابتغوا الكفر، وفي الآخرة تجرى الأحكام على الباطن والظاهر جميعا. فالمؤمن ظاهرا وباطنا عند الله مؤمن، والكافر ظاهرا وباطنا عند الله كافر، والمنافق عند الله كافر. فهذا أصل ينبغي معرفته، هو التمييز بين الحكم الظاهر والباطن والفرق بينهما، وأن هذا ثابت في النصوص المتواترة والإجماع. هذا أصل. الأصل الثاني يقول المؤلف أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصفوا أقوام بالإسلام دون الإيمان. أقوام وصفوا في الإسلام بالإيمان ولم يوصفوا بالإيمان، مثل الأعراب في سورة الحجرات، الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذن نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وكذلك قول الله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا أهل بيت واحد وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام. وفي الآية الأولى فرق الله بين إيش؟ بين المسلمين وبين الإسلام والإيمان، فاختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لا فرق بينهما. واستدلوا بهذه الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وذهب إلى هذا طائفة من أهل السنة
وعلى رأسهم الإمام المخالف. وقالوا إن هذه الآية تعارض الآية الأولى، وقالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا، فتحمل آية الحجرات على المنافقين الذين نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قالوا المراد بالإسلام الذي أثبت لهم الإسلام في الظاهر، والمعنى قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. وقال بهذا القول أيضا الخوارج والمعتزلة. القول الثاني للعلماء وهو قول جمهور أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا، بل إذا اجتمع فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وإذا أطلق أحدهما دون الآخر دخل فيه الآخر. وأجابوا عن هذه الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ها أنه بيت واحد تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام. يعني هذا البيت هو بيت لوط وابنتاه اتصفوا بالإسلام والإيمان، وكون هذا البيت اتصف بالإسلام والإيمان لا يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. يعني هذا البيت اتصف بالإسلام والإيمان، لكن أهل البيت الآخر قد لا يتصفون بالإسلام والإيمان. وأما الآية آية الحجرات قالوا إن هذه الآية ضعف الإيمان وليست في المنافقين. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني قولوا ولكن قولوا أسلمنا يعني لأنهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فهم أسلموا لأنهم أظهروا الإسلام ولكنهم لا يطلق عليهم الإيمان لضعف إيمانهم. ويدل على ذلك أن هذه السورة ليست في المنافقين وإنما في العصاة، في سورة الحجرات ويسمى سورة الآداب. قالوا يا أيها الذين من جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يا أيها الذين بعدها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني يتوقع دخوله، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرثكم من أعمالكم شيئا أثبت لهم طاعة، لو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرثكم من أعمالكم شيئا. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم إسلاما، فدل على أن الآية في ضعفاء الإيمان. وهذا هو الأرجح. والمؤلف رحمه الله ذكر القولين، قال وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية وهي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت من المسلمين تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وهذا ذهب إلى طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري، قالوا أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وعارضوا بين الآيتين. المراد بين هذه الآية وآية الحجرات، آية الحجرات أثبت لهم الإيمان ونفع عنهم الإسلام، وهذه آية الذاريات وصفهم بالإيمان والإسلام معا. قال المؤلف وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، هذه الآية آية الذاريات توافق الآية الأولى وهي آية الحجرات. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين منهم امرأة لوط. ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الإخراج وصفهم بالإيمان لأن امرأة لوط ليست معهم ليست مخرجين. وأما الوجود، وجود البيت وصفهم بالإسلام، قال فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، الإخراج ليست معهم امرأة لوط، امرأة لوط كافرة، والوجود كانت معهم، فلما كانت معهم وصفهم بالإسلام لأنها مظهرة للإسلام، تظهر أنها على دين قومها، أنها مع زوجها وهي على دين قومها، ولكن الإخراج ما خرجت معهم، ما خرجها الله معهم، فأخذ من كان فيها من المؤمنين ليست معهم المرأة، فما وجدنا فيها غير من المسلمين معهم المرأة الذين أظهروا الإسلام.
ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، اللي عجزوا في الغابرين الباقين، وكانت في الظاهر مع زوجها على دين، تظهر الإسلام، تظهر الإسلام في الظاهر هي منافقة، وفي الباطن مع قومها على دينهم، خائنة لزوجها، تدل على قومها، تدل قومها على أضيافهم. فإذا جاء نوح أضياف دلت عليهم، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. الخيانة في الدين، امرأة لوط وامرأة نوح خائنتين لزوجيهما في الدين لا في الفراش، في الفراش طاهرة نقية مصونة العرض. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، هذا من صفات الله لأنبيائه، ما بغت يعني ما صرت من البغايا من امرأة نبي قط. إذا نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، بعض الشرائع يجوز في شريعتهم، في شريعة نوح، في شريعة لوط يجوز تزوج الكافرة تزوجها، وفي شريعتنا يجوز المسلم أن يتزوج الكافرة إذا كانت كتابية من أهل الكتاب يهودية ونصرانية فقط، لقول الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. إذا كانت من أهل الكتاب وهي محصنة يعني عفيفة في نفسها، عفيفة الفراش، هذا الشرط لا بد منه، يجوز أن تزوج كتابية إذا بشرط تكون محصنة عفيفة غير فاجرة غير عاهرة. وذلك لأن اليهودية والنصارى خف كفرها، اليهود أخف كفر من الوثنية، فلا يجوز المسلم أن يتزوج وثنية ولا مجوسية ولا الشيوعية ولا غيرها من الكافرات إلا اليهودية والنصارى الكتابية بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة طاهرة في عرضها. وفي شرع من قبلنا يجوز، جاز في شريعة نوح وفي شريعة لوط كل منهم تزوج امرأة كافرة، وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في العرض، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، يعني ما صارت امرأة نبي قط من البغايا من العاهرات. إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهي دياته، البغي الزاني فهي دياته، وقد صان الله النبي عن أن يكون دياته، النبي مراد الجس يعني جس الأنبياء، صان الله الأنبياء عن الدياته، ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب، الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب، قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ما دامت على زناها ما تابت، فالذي يتزوجها إما زاني أو مشرك، ولكن بعد التوبة إذا صحت توبتها وظهرت توبتها يجوز أن تزوجها المسلم. ومن هنا يتبين في مسألة يسأل عنها كثير، وهنا بعض الناس والعياذ بالله قد يقع مع امرأة الفاحشة، فإذا علم أهلها أنه وقع بها الفاحشة قال: نريد أن نزوجها إياها حتى نستر عليه. هذا نسأل عنه كثير، هذا لا يجوز، هذه عاهرة الآن، ولا يجوز أن تزوج وهي زانية، ولا يجوز أن تزوجها الزاني هذا إلا بعد التوبة، لابد يفرق بينهما وتظهر توبتها وصلاحها، ويظهر توبتها وصلاحها ثم بعدها تزوج هو أو غيره. والولد الذي جاء من السفاح لا يجوز أن ينسب إلى هذا الرجل، هذا لقيط. بعض الناس لجهلهم إذا وقعت المرأة في الزنا قالوا: نريد أن نستر عليهم، قال: نزوج فيها، تصير الولد له، لا الولد ما هو له، هذا ولد السفاح، لا هذا لقيط ليس له أب. ولا يجوز أن تزوج وهي عاهرة، وكذلك هو أيضا إلا بعد التوبة. الزاني لا ينكح إلا زينة أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فرق بينهما، والولد وهذا الولد يكون لقيط ليس له أب ولا يسب إلى أحد، ثم بعد التوبة إذا صحت التوبة تزوج هو أو غيره. قال المؤلف: ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي يعني حتى تتوب،
بهذه الآية الكريمة. نعم. والمقصود أن امرأة لوط عليه الصلاة والسلام لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. نعم. يقول مالك المقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة بل هي كافرة، ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وبيت واحد فيه امرأة قوم لوط، لكن لما أخرج أخرج لوط وابنتاه، والمرأة ما أخرجت، ما نجت، هلكت، أصابها ما أصاب قومها بكفرها وضلالها نعوذ بالله. فلم تكن من أهل البيت المخرج، لكن كانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجدنا في هذه القرية بيت من المسلمين وفيه امرأة لوط، وسماهم مسلمين لأنها أظهرت الإسلام، أظهرت الإسلام معهم وفي الباطن مع قومها، فتجرى عليها أحكام الإسلام. فيقول مؤلفه بهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بوجود، لما أخبر بالإخراج وصفهم بالإيمان فأخذنا وكان فيها من المؤمنين، لأن المرأة الكافرة ليست معهم، ولما ذكر الوجود ذكر الإسلام لأنها أظهرت في الإسلام، فهي معهم في الإسلام الظاهر، والأحكام تجرى على إيش؟ على الظواهر. فهي ذكرت ذكر الإسلام لما أخبر الوجود،